السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، رقمين بالأعلى من داخل العراق من داخل الفاو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج، الرقمين اللي بالأسفل الأخوة العراقيين في دول المجر، الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، ومن يتابعنا في باقي بلدان العالم يقدر يتصل بنا على واحد من ذني الأرقام، ونفس الرقمين الجوة إن ما قدرت تتصل بنا أكو إشارة الواتساب دزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم بأول ملفاتنا واللي هو الحرائق. صارت الحرائق مشهد يومي بالعراق، خصوصا بالمجمعات التجارية والدوائر الحكومية والمستشفيات، من دون أي خطوات جادة لحد من هاي الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي واللي تشكل تهديد على أرواح المواطنين وعلى ممتلكاتهم بكل سنة. شهدت محافظة النجف فاجعة كبيرة بسبب نشوب حريق هائل بالمجمعات التجارية بالمدينة المائية واللي تسبب بخسائر مادية تقدر بمليارات الدنانير نتيجة الفساد المستشري وغياب الرقابة والمتابعة بعد منح الرخص الاستثمارية. أصحاب المحال التجارية بالمدينة المائية بمحافظة النجف قالوا إنه أسباب الحريق ترجع إلى سيطرة الفاسدين وتحكمهم بمقدرات البلاد ومنح الامتيازات الاستثمارية المخالفة للقانون مقابل أخذ رشاوة من المستثمرين، حتى لو كان هالشيء على حساب العراقيين أنفسهم. وكشف ناشطون من النجف عن وجود هواية من التحذيرات اللي صدرت من مديرية الدفاع المدني واللي تحذر بها من خطورة مشروع المدينة المائية، الكون يفتقد إلى شروط وضوابط السلامة والأمان، وأنه كان هناك إهمال لهاي التحذيرات من قبل هيئة الاستثمار وكذلك من قبل ديوان المحافظة بزمن المحافظ الأسبق عدنان الزرفي والمحافظ السابق لؤي الياسري. وبين الناشطون أنه اللي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأساس هو المستثمر اللبناني اللي يتمتع بغطاء من بعض الأطراف السياسية والميليشياوية. ناشطون نشروا كتاب من مديرية الدفاع المدني رداً على طلب المحافظ السابق لؤي الياسري حول استثناء المدينة المائية من إزالة الساندويتش بانل، الأمر اللي رفضته المديرية بدون اتخاذ أي إجراء بشأن الإزالة. وتابع الناشطون أنه كل المعطيات تأكد أنه الحريق نشب بسبب تماس كهربائي قبل أن يتفاقم الأمر بسبب القنبلة الموقوتة بداخل المدينة المتمثلة بالساندويتش بانل واللي تسبب بالكارثة والخسائر المادية كبيرة. خلونا نستعرض سوية هذا الكتاب. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، كتاب إلى الدائرة القانونية مخالفات المدينة المائية، طين صورة كتاب مديرية الدفاع المدني في النجف ذوي العدد هلقد، مرفقة صورة كتاب محافظة النجف مكتب السيد المحافظ العدد هلقد بتاريخ هلقد، صورة كتاب شركة تاجكو بالعدد الرقم هلقد في سنة 2018 من ضمن استثناء مشروع سنتر جبل عامل من مخالفة إزالة مادة الساندويتش بانل والآلي كابوند، حيث بينت المديرية أن المشروع محال إلى لجنة الفصل لاتخاذ ما يلزم وإعلامنا الرأي. وجو مديرية الدفاع المدني كتابكم على أن مادة الساندويتش بانل تعتبر من المواد الخطرة وسريعة الاشتعال، فلا يجوز استثناء أي مشروع من ضرورة إزالة تلك المادة، حيث سبق وأن تم إشعاركم بالعديد من التوجيهات بهذا الصدد لاتخاذ ما يلزم ومفاتحة محافظة النجف ومكتب السيد المحافظ بالإجراءات وخطورة المادة المستخدمة والتنسيق مع الدوائر القانونية. إذن هذا الكتاب اللي نشره حول هذا الموضوع. نطلع من النجف ونروح للعاصمة العراقية بغداد. ورا يوم واحد على حريق النجف، قعدت العاصمة على حريق مماثل ببناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية مركز العاصمة. وقالت مديرية الدفاع المدني ببيان أن مفارزها استنفرت حتى تخمد الحريق بالبناية واللي تحتوي على مخازن للعطور. وقالت المديرية أن فرق الإطفاء بعدها تتواصل جهودها حتى يسيطرون على الحريق بالبناية. بدورة قال مصدر أمني أن الأصوات اللي تسمع ضمن مقتربات الحريق عبارة عن انفلاق وانفجار وتطاير لعبوات العطور خلال عمليات المكافحة. وقال أكثر من 35 فرقة دفاع مدني كافحت الحريق. ولفت الانتباه أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تأمين المخازن المجاورة للبناية والسيطرة على امتداد الحريق. وأشار المصدر أنه جزء من البناية اللي صار بها الحريق بالوزيرية وقع تقريبا ورا 6 ساعات من نشوب الحريق بها.
ما تسبب بإصابة عدد من الرجال من الدفاع المدني. خلونا نشوف. حتى الدفاع المدني انسحب ما يقدر يطفي شوفوا حتى الدفاع المدني انسحب أردس السؤال. الدفاع المدني العراقي ما يملك مروحيات لإطفاء مثل هكذا حرائق؟ المهم نبقى بنفس المكان وبنفس الحريق اللي صار هناك. أكدت مصادر صحفية فقدان تقريبا 20 عامل وراء نشوب الحريق، وأكدت مصادر أمنية انتشال جثة متفحمة من داخل المبنى وإنقاذ أحد العاملين خلال عمليات إطفاء الحريق. وفتح الحريق الباب للحديث عن إجراءات السلامة المتبعة، صلاحية التراخيص الممنوحة لخزن مثل هاي المواد سريعة الاشتعال مثلا العطور داخل الأحياء السكنية. وأظهر هذا المقطع انهيار صاحب مخزن الوزيرية وسقوطه أرضا بسبب مشاهدته مشهد احتراق مخزنه من دون ما يقدر أنه يسوي شيء بمشهد محزن. خلونا نشوف. الناس لما شافت هاي المشاهد علقت على هذا الموضوع، وكان اول تعليق موجود ويانا بالحلقه من منصه فيسبوك من ام منتظر تقول كل شيء غلط بهذا البلد بسبب غياب التخطيط والرقابه وثقافه الفساد والمحسوبيه والمنسوبيه وسوء الاداره والبناء الخاطئ. الساندويتش خطر ما حد يقتنع، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يعوضك. علي الدلفي، طبعا الحكومه كل شيء ما تسوي، لا تعوض متضررين ولا شيء، ماكو رحمة للبشر، الله يصبره ويعوضه خطيئة. أم غدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربي يعوضهم ويصبرهم، شيء مؤلم واحد يشوف حلاله ده يحترق قدام عينه وما يقدر يسوي شيء، الله يعينكم. وأم زهراء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلوسه مال تعب وحلال حقه هيك يسوي. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. والآن ويانا اتصال أبو علي من لندن. حياك الله يا أبو علي. الله يحييكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بعض الأخوة يغردون يقولون حكومة أخي هاي مو حكومة، هاي ميليشيات عصابات جاي تحكم العراق. نعم. بعدين هم ما يهمهم دفاع المدني، هي تلاقي يمكن أكو سيارتين بالنجف الإطفائية يمكن، وذن اثنيناتهم خربانات. أخي الإمامة ما تسوي شيء، هذا الحكم بيد الإمامة، خلينا نكون واقعيين. الإمامة ما تسوي شيء. قبل 10 سنوات الميليشيات جابوا 36 سيارة إسعاف جديدة. وين حطوها؟ حطوها بقصر المؤتمرات بالنجف، حتى خاف يجي واحد حرامي مثلهم. هاي 36 سيارة إسعاف زين، ومستشفى النجف يمكن ما بيها اثنين. مستشفى الحكيم، مستشفى الصدر ما بيها اثنين، مستشفى الحكيم ما بيها اثنين ثلاثة، وهم جايين 36 سيارة إسعاف زين حاطيها ورا قصر المؤتمرات. جدت سيارات جدت بسنتها شوي شوي، خربن ما أدري شنو، صدن خربن، وهسه الآن صارن خردة. أخي ذولا ميليشيات عصابات، لاكو رقابة، لاكو وزير يحاسبهم، لاكو مسؤول يحاسبهم، لاكو محافظ يحاسبهم، رئيس الوزراء يبوق بكتر، رئيس الجمهورية يبوق بكتر، وهاي البرطمان البرلمان قلت الإخواننا المصريين البرطمان، دول قاعدين عصابات مجرمين قتله،
ما على الشعب العراقي أن يثور. عمي شوف الثورة الإيرانية صار لهم شهرين الآن بالشوارع. نعم. زين أنتوا يعني أيستوا منهم خلاص؟ استسلمتوا لهاي الميليشيات؟ استسلمتوا ميليشيات محمد الشياع السوداني ولا ميليشيات المالكي؟ عمي قوم قوم ثور خذ حقك. يومية بلاء بالعراق ما يخلص عمي ما تخلص. الأعمامة ما تلزم حكم عمي. الأعمامة قمامة. حياكم الله. شكرا لك أبو علي. عماد من الناصرية حياك الله يا عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا شنو موضوع أول موضوع حكينا به هو الحرائق اللي دا تشهد في بعض المحافظات مثلا حريق النجف اللي صار مجمع بسبب الساندويتش بانل وحريق الوزيرية بسبب تماس كهربائي واجى على مخزن للعطور وواحد خسر حلاله كله. نعم احنا دا نحكي بشكل عام عن الحرائق. هذه الحرائق كلها الاحزاب وراها كلها فلوس الدوله من الاخير. ذاك الدوله هي دوله مالكه طبعا احنا نعرفها كل العراقيين يعرفون مالكه الدوله من الجنوب للشمال. نعم ايه كلها فلوس الحرائق. هسه الدوله مثلا تعرض هذا الاحتراق هي سبب الدوله. هاي البلديه تدفع الضرائب مفروض تباوع الكهرباء شلون سويتها كلها سبب الدوله. هسه راح تقول لي شلون شلون؟ لان سبب الدوله الهاي الدفاع ما عنده يعني يجي ويروح ما يطفي الحريق. لا يطفي الحريق الدوله الدفاع المدني ما عنده لا امر وحياه ولا شيء. احنا بيع عصر رحم الوالدين ما ادري اللي بيع عصر. نعم هذا الله يكون بعون الله يعوض ان شاء الله. الله يكون بعون الله يعوض هاي اللي يجوك. نعم شكرا شكرا لك اخ عماد. ابو صلاح من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك ابو فضل؟ الله يساعدك. الله يساعدك اخوي. الله يسلمك. هاي الحرائق اللي تصير في العراق ولها الحكومه والمجتمع في العصابه. نعم يعني هم ما يريدون العراق بعد شو اسمه يسوي له محل يسوي كذا كل ايران. يعني انت تدري هسه هاي حريقه انت بالوزيري صار حبيب النجم حريق مدري وين هاي كلها خصوص الحكومه. هاي الحكومه مال شغل عصابات ميليشيا. نعم يعني ما يريدون العراق يستقر. يبغون الشعب يوم حريق يوم قتله يوم مدري شنو شعب خذه يعني فد مره دمار شعب. نعم دمروه دمار. نعم شكرا يعني شكرا يعني لك ابو صلاح. تحول عنوان العودة الطوعية الآمنة للنازحين بالعراق اللي تثيره وزارة الهجرة والمهجرين باستمراره من سنوات ومن دون ما يتحقق من هذا الشيء أي شيء على أرض الواقع. تحول إلى مادة للاستهلاك الإعلامي الرخيص وصار متاجرة مفضوحة بسبب التحديات الكبيرة للنازحين إذا يردون يرجعون إلى مناطقهم. هذا الشيء اللي دا يجبرهم على البقاء بمخيمات تعاني من الإهمال على المستوى المعيشي والصحي والخدمي. بهذا المقام لما طرحت الحكومة قضية ما طرحت الحكومة عفوا قضية مصير العائلات المهجرة من المناطق اللي تسيطر الميليشيات مثل جرف الصخر والعويسات ويثرب والعوجة وعزيز بلد إضافة إلى سنجار اللي ينشط بها عناصر ميليشيا البيكاكا المصنفة أنه ميليشيا إرهابية. بهالأثناء أظهرت مقاطع مصورة من مخيم عامرية الفلوجة أحوال النازحين من مدينة جرف الصخر إلى مخيم عامرية الفلوجة اللي تتفاقم معاناتهم يوم بعد يوم مع قدوم فصل الشتاء بوقت يعاني به الأطفال بالمخيم من سوء التغذية بسبب انعدام المساعدات الغذائية وإضافة إلى الإهمال الصحي وإضافة إلى عدم حصولهم على التعليم وعدم الحصول على الحقوق. خلونا نسمع شهادة الأطفال بهذا المقطع. السلق يعني قصدك هذا ما دول ما اي نشتري من هناك. لا عندنا ما هي راجل حمص اي الراجل مواد طماطم هاي واحنا ما عندنا عشان شو نسوي بس ورقة وبصلات هناك. صحيح هيك هو السلقاي بدون ما تطبخوها. اي والله طيب اكيد والله طيب. اي لا نطبخها بس ما وياها مواد والله بس شلون طعمها طيب. سمعت النازح أو الطفل إيش دا يأكل؟ هذا حالهم بالمخيمات. ويبدو أنه الطفل مو هو اللي بحده اللي دا يعاني بالمخيم، لأنه بين لنا هذا المقطع الثاني سيدة
مسنة، بالعراق نسميها عجوز، اختطفت الميليشيات ابنها بمدينة جرف الصخر، وكانت سبب في حرمانها من ابنها اللي هو يعيلها. بعد ما نزحت وراحت إلى المخيم جبرها المرض أن تكون طريحة الفراش، يعني نايمة بالفراش، بسبب ما عندها إمكانية أنه تعالج نفسها وتشتري العلاج، وأيضا ما عندها إمكانية أنه تعيل نفسها. هذا كله يصير بظل تجاهل الحكومات المتعاقبة، خصوصا الحكومة الجديدة، لملف النازحين. خلونا نشوف شو سوي مشاهدينا الكرام معاناة هاي المرأة المسنة، اللي لما قعدت تحكي ولما الكاميرا صورتها ما تحملت وقامت تبكي. شنو الحجية حالة؟ مجلوطة وعيتها خجف قلب وعيتها صمامات مسددة. نعم. وحالتها حد تعبانة والله. هسه أول بارحة وديتها والله ما قدرت أجيب منها العلاج. لا والله ما قدرت أجيب منها العلاج. إحنا هنا. هي إيش كذ من قتها ولدها؟ عندها ابنها مخطوف مخطوفة. والله لا حلال. وياها من عايشة. إحنا ويانا هسه ابنتها زوجة وياها وإحنا وياها قاعدين وياها. صاحت تدار. إيه. زين شلون تجيب لها دواها علاج؟ والله يعني نوبات ماكو نقدر نجيبها، تظل يومين اثنين تنخربط شوية على ربان. ليش حجية تبكين؟ لا إله إلا الله. حجية ليش تبكين؟ يعني اللي يشوف هاي المره خصوصا من السياسيين لما تقعد وتتفرج هذا الفيديو، لانه ما اكيد يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي ويشوفون هذا الفيديو، شو تقول لنفسك؟ اللي وصلت بهالعمر هذا بهالبلد لازم تتكرم، لازم تعيش اخر فتره من حياتها برخاء بسعاده بهناء. لما تشوفها بهذا الحال شو تقول لنفسك يا سياسي؟ الناس لما شافت هاي المقاطع علقت، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك من صدام الجناب يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الخزي والعار على كل من يقف بطريق عودتهم. عزمي العلي: حسبي الله ونعم الوكيل على المجرمين. مهدي الدليمي: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم من كل ظالم وخاين للعراق. وخالد سلطان: احتلال إيراني لجرف الصخر لحكومات إيرانية في العراق لا شأن لها بالعراقيين عملاء إيران. كانت هاي التعليقات بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع الملف النازحين وعودتهم إلى مناطق سكناهم. أبو سعد من النجف، حياك الله يا أبو سعد. السلام عليكم عزيزي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي والله العظيم ما نعرف شو نقول وش نحكي صراحة. العراق انتهى. نعم. مع الأسف يعني هسه قضية هاي الحرائق بل قضية عادية هاي. العراق هو عايش بهمجية وماكو قوانين وضعية ولا قوانين شرعية تحكمه، فبلد تايه يعني حريق. أنا أكو فقرة أبو سعد مدى أفتهمها، يعني شكو حريق دي يصير تماس كهربائي، والعراق ما بي كهرباء، من دي يجي التماس؟ حبيب العشي يقول لك إحنا حرقنا شيء اعتياد، يعني تبريرات موجودة، لكن أنا صراحة عتبي على العراقيين الشرفاء. هسه ما اقول لك لا سنه ولا شيعه، لان هاي كلمه عيب. نعم. العراقيين الشرفاء من يشوفون هيك حالات من دول المهجرين، يعني احنا غسلنا ايدينا من الحكومه، الحكومه ما تساعد المهجرين ولا ترجعهم الى محافظاتهم والى بيوتهم، لكن انتم الناس الشرفاء العراقيين من يشوفون هيك حالات ليش ما تساعدوها؟ نعم. اساعد هاي الناس. إيش قد عندنا أغنياء إحنا هسه بالعراق ميسورين الحال، قدمون تعاون هاي الناس وتنتشلهم هسه، يعني والله تعذر، يعني وصلنا إلى حد ماكو لا أخلاق بالعراق، لا مروءة، لا رحمة، سبحان الله، ليش وصلنا لهذا الحد؟ يعني الإمام الحسين يقول عليه السلام: من بات ولم يهتم بأمور المسلمين لم يكن منهم. يعني أنا شلون أنام وأشوف هذا أخوي العراقي أو أختي العراقية، هاي المرأة اللي هي المثل يقول الحرب شارب الخير، أشوفها مريضة ومشمورة وأنا ما أساعدها؟ علينا نساعد بيناتنا حتى الله يرحمنا،
عيب في الحكومه، الحكومه ناس كفره ما عندهم اي مروه على هذا الشعب. علينا نتعاون بيناتنا حتى الله سبحانه وتعالى يرحمنا وينزل رحمته علينا. تحياتي لك استاذ. شكرا شكرا لك اخوي ابو سعد. محمد من امريكا ويانا، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أستاذ عزيزي أستاذ أسد، هاي الفاعل كله كفيلة الله الإيرانيين، الحشد الإيراني الوسخ بمنطقة الخضراء كفيلة الله، شكوا حريق زي يصير بالعراق والتفجيرات هم الحشد الإيراني، والشغلة النازحين العراقيين ما يريد يرجعوهم شغلة هي من إيران، كفيلة الله من إيران. هذا محمد الحلبوسي هو حاط إيده بيديهم كفيلة الله. هم تدمير العراق، تدمير العراق بس ما وياهم التأسيس. شيوخ العشائر الشرفاء، رجعت على شيوخ العشائر مو شيوخ الاحتلال. شيوخ الاحتلال دول حاطين يديهم بيد الايرانيين. عم شيوخ الشرفاء عم حسوا على البلد ترى بدا ينهار. تفي لك الله عن كركوك عيب وعروي، كركوك مبيوعه، ترى كركوك مبيوعه. تفي لك الله ما خلوا شيء بالبلد، الله يهجم عليهم. وانا من ريال العمايم قاعدين بالمجلس، الله يهجم عليهم، الله يهجم. شك واحد محمد قدير ايراني. تحياتي لقناة. شكرا لك اخي محمد. هشام من بابل ويانا، حياك الله. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ نحمد الله على كل شيء. اخوي هذه الحرائق اللي حدثت في بغداد والنجف ومناطق اخرى من قبل انياب ومخالب الفرس الانجاز اولئك الحقراء، الله وكل قيادات من قيادات وعناصر عناصر تابع لهذه المخالب الحقيره الفاسده. اي والله العظيم كل ما يحدث من حراير يعني من محلات من متاجر في بغداد في الوزيريه مناطق اخرى حتى في النجف كله من اذناب انياب ومخالب الفرس اولئك الحقراء اولئك المؤذيين. اي والله اخوي كل ما يحدث من تفجيرات هنا وهناك سواء في بغداد وفي اي ركن في بغداد كله بسبب مخالب الفرس الحقراء السيئين الصيت. اي والله عين حتى مسنودين من قبل مراجع الدين الفاسده القذره. نعم اكو اكثر من مرجع ديني فاسد قذر. الله وكيلك هذول بغال بغال بغال، اشهد الله ورسوله هذول بغال الله وكيله. والبغال والحمير هي من الفصيله الخيليه. زين عندنا احنا كم فصيل، كم من العناصر، كم من القيادات من هذه البغال. اي والله اللي تصلح للركوب الله وكيلك كلها تصلح للركوب هذه. نعم. كلها العناصر اللي تنتمي اللي تنتمي الى ايران واللي تنتمي الى الصليبيين ولا الكتر ولا المغول. نعم. يا اخي قل لي عشرات من البغال ومن الحمير ومن الحصن الله وكيلك مارت ركوب هذه. نعم. الله وكيلك. نعم. اي نعم جعلتهم الجرائم اللي يحدثوها الاعتقالات ملأت سجونهم. نعم. سجون هذه البغال وهذه. نعم. الحمير الله وكيلك. شكرا شكرا لك اخو هشام. نروح إلى ملف ذوي الشهداء والناشطين من متظاهري ثورة تشرين. اليوم توفى والد الشهيد أمير علي ناجي العبودي اللي أصيب بالعمى والجلطة والسكر وراء استشهاد ابنه بالنجف على يد ميليشيات تيار الحكمة اللي يتزعم عمار الحكيم واللي تعرف باسم سرايا عاشوراء بالمجزرة الشهيرة اللي صارت قرب مجسرات ثورة 20 في محافظة النجف واللي ارتكبتها هاي الميليشيات بذريعة حماية قبر الحكيم. حمل ناشطون حكومة كاظمي وحكومة السوداني مسؤولية تدهور حالة والد الشهيد الصحية بسبب عجزهم عن محاكمة المتسببين بوفاة ابنه وتقديمهم للعدالة. وتداوى المدونون مقطع سابق لوالد الشهيد خلال تشيع ابنه هو يبكي ألم وحزن. خلونا نشوف. شلون قدرتوا؟ ابني شو عطشان؟ إذا ابني عطشان شربه وأنا أشرب وراه. إذا وليدي عطشان شربوا ماي وأنا أشرب وراه. ما أدري بي وليدي عطشان. بويا عطشان أموري. من تحت إيش قلت يا بويا؟ يا بويا خاب عطشان يا بويا ومدت يا بويا.
يا ابويا شوف ابني عطيان اشرب برا خاف وقع ومات عطيان. بهذا الاثناء وجهت عائلة الشهيد إيهاب الوزني رسالة إلى رئيس الحكومة الجديدة محمد الشياع السوداني، ذكرت بها بمواقفه السابقة قبل ما يتولى منصب رئيس الوزراء بالعراق، لما عد حادثة الاغتيال منهج حكومي للتنصل من مسؤولية حماية الناشطين، وذكروا أهل الوزني للسوداني بهاي التصريحات المنشورة على صفحته الموثقة بتويتر، وتسألوا عن موقف الحالي وراء مسار رئيس وزراء، وأعربت عائلة الوزني عن خيبة أملها بسبب عدم الوصول إلى نتائج حقيقية بشأن اغتيال ابنهم رغم مرور سنة ونص على الحادثة. موقف عائلة الوزني هذا كان في ظل استنكار مدونين لعدم جدية الجهات الحكومية والأمنية بالكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني وراء إطلاق سراح القيادي بميليشيا الحشد قاسم مصلح المتهم الرئيسي بتصفية الوزني، وأكدوا أنه إطلاق سراح مصلح المتهم بقتل الوزني غير قانوني وتم وفق صفقة حزبية. خلونا نسمع سوية جانب من بيان العائلة اللي وجهتها إلى رئيس الوزراء. في شهر رمضان وعلى أرض كربلاء اغتيال بدم بارد يؤكد استشراء منهج خطير قائم على القتل والتغييب في ظل تنص الحكومي عن أداء الواجب القانوني والأخلاقي. يقينا ستكون النتيجة انتصار الدم على السيف ولو بعد حين. ما سمعتموه من آخر الكلمات هي كلمات رئيس وزراء الحالي محمد الشياع السوداني عندما لم يكن في موقع المسؤولية، أما اليوم وبعد أن أصبح في الموقع الذي يتيح له القيام بما يشاء وفقا للقانون وتطبيقا للعدالة، فإننا نقف هنا في المكان الذي نفذت فيه عملية الاغتيال لنلزم السوداني بما ألزم به نفسه وما طالب به الحكومة السابقة، لنقول له إن كنت صادقا، إن كنت جادا، إن كنت على قدر المسؤولية فاعمل على محاسبة كل من شارك في الجريمة وتستر عليها وأمام الرأي العام. بهالأثناء والدة الوزني اللي بالنص الست سميرة الوزني اعتصمت داخل خيمتها أمام محكمة كربلاء بوقت سابق وراء مهلتها الشهيرة للقضاء واللي استمرت تقريبا 12 يوم قبل ما تجي القوات الحكومية وتزيل الخيمة بالقوة وتشيلها. وجهت السيدة سميرة الوزني والدة الناشط المدني إيهاب الوزني اللي اغتال مسلحون ينتمون إلى ميليشيا الحشد وفقا لمصادر مطلعة وسط كربلاء يوم 9/5/2021، وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني دعت بها أن يقدم قتلة ابنها للعدالة مهما كانت الجهة اللي ينتمون إلها أو التابعين إلها، وعدم التنصل من تصريحات السابقة حول الموضوع بعد تواطؤ حكومة كاظمي ويا القتلة. خلونا نسمع اللي قالته. وصلت رسالة، أريد دم ابني، أريد أشوف للقاتل، أدور على القاتل، خلي يطيني القاتل حتى إذا ما يقدر هو ما عنده سلطة، خلي يطيني القاتل يقول لفلان، خلي يطيني مثل ما طلعوه، شلون هم طلعوه بديناتهم. زين اليوم ليش اختارتوا توقفون بهذا المكان؟ هذا المكان مال القتل مال إيهاب استشهادة هنا، جور السيارة والناكفة. زين هو السوداني وعدكم بشيء؟ يعني السوداني بعد حادثة الاغتيال، حادثة الشهيد أخوي إيهاب، بعد حادثة الاغتيال غير تغريدة على تويتر قال في شهر رمضان شهر حرام وكذا أنه الحكومة تنصلت عليها واجب قانوني وأخلاقي وانتصار الدم على السيف ولو بعد حين. هذا تغريدة طبعا بتويتر، احنا يعني على أساس تغريدة هو رجال يعني ما كان بموقع المسؤولية بموقع حكومي، الآن سوى رئيس وزراء وما شاء الله القانون يقدر يطبقه وكل شيء وفقا للقانون يفعل ما يشاء، فنريد تنفيذ ما ألزم به نفسه. يعني اللي قاله السوداني قال شيء نفذ اللي قلته تحديدا. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك محمد رحيم الدفاع يقول أكيد راح يسوي نفسه ما يسمع، ما يقدر يدوس على الخطوط الحمر. أما عدنان أبو حمرة، وهل سمعت يوما أحزاب الخيانة والقتل تحاسب نفسها ولكن يوم المظلوم على الظالم أشد وأقسى.
رحم الله الحبيب إيهاب والشهداء. رحاب حسين تقول أمي الله يرحمها برحمته الواسعة إن شاء الله دمه ما يروح هدر. وجاسم حسين يقول نقطة راس سطر، القضاء اللي ما قدر يحاسب اللي قتل 800 شاب الأخير في قضاء يتحكم فيه زمرة من الفاسدين حسب مزاجهم. إذا كانت هاي التعليقات حول هاي المواضيع. وعدنا اتصال علي من تلعفر، حياك الله يا علي. السلام عليكم أخي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عزيز؟ هلا بيك يا الغالي. أخي أنا بخصوص الناسين اللي رجعوا على ديارهم. نعم. أنا إذا كان خاطرك بخصوص الناسين اللي رجعوا على ديارهم. نعم. بخصوص الملك مالهم العالمي اللي رجع كله صار بالواسطة العالمي. ثلاث مثل إنه أنا راجع ب 2019 لحد هاي اللحظة. نعم. من حقوق النازحين. نعم. في العالم كله صار هنا واسطات ويطلع اساميهم، وقبل رجعوا اخوتي ب 2019 لحد هسه كل شيء ماكو. الناس اللي رجعت ب 2020 جاي يستلمون، يعني كله صايره بالواسطات. يعني حتى الناس تفتهم، حتى المواطن اللي دايس معكس يفتهم الحاله بالضبط، اللي دا يرجع شلون دا يرجع؟ هسه احنا اللي رجعنا والله بل شو اسمه تورطنا، يعني شخص نفسي تورطت يعني على رجوعي بتل الأحفر. ايش نطوك على رجوعك بتل الأحفر؟ تورطت يعني. ليش؟ يعني لانه ماكو لا شغل ولا عمل ولا فرصة عمل ماكو نهائية هنا. أنا انت قلت اللي يرجع الا بواسطة، يعني انت دورت لك واسطة ولقيت واسطة يلا رجعت تل الأحفر؟ لا مو اللي يرجع اخويا. ايه اللي يطلع اساميهم بالمنحلي بالمليون ونص. أها. مال العوده. نعم. يطلع يعني ما معقول، انا راجع من 2019 لحد هاي اللحظه كل شيء ما مستلم من الدوله. زين، بيتك بتلعفر ايش صار بيه؟ انا بيتي مفلش وكل شيء ما مستلم بيه، سويت عوده شو اسمه تعويذات وقالوا لي 20 مليون. نعم. وطلع قرار ولهذا كل شيء طلع لي. زين. واللي حد هسه كل شيء ما مستلم. يعني اللي افتهم من عنده، انت عندك تعويض لازم تستحقه اللي هو مليون ونص مال عوده، وعندك تعويض مال بيتك اللي مفلش اللي هو 20 مليون، وعندك بيه قرار صح؟ عندي قرار كل شيء بيه، بس اسمي ما دا يطلع من المحافظه، يعني ما معقوله. زين، مو انا جايك اخ علي، يعني انت عندك 21 مليون ونص تطلبها للدوله العراقيه حتى يعوضوك على بيتك ورجعتك. تقول مدى يطلع من المحافظ. رحت مثلا دائرة المحافظة البلدية سألت لهم، طلبوا من عندك مثلا طلب حتى يعطوك فلوسك؟ ينشرون بالاسامي يطلع، يعني صار لي بالسنة صار لي من مكمل المعاملة لحد اللحظة ما مستلم كل شيء. وما العودة أول ما رجعت ب 2019 سلمت الكتاب مال العودة والهوية مال الناس على دائرة الهجرة والمهاجرين هنا نفس اللحظة شهر الضريبة. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك اخوي العزيز علي. كان المفروض يجينا ابو علي من بغداد بس انقطع الاتصال وياه مع الاسف. وحاليا علاء من السويد، حياك الله. عزيز. علاء. الو. الو. نعم تسمعني اخي؟ اسمعك. السلام عليكم، تحياتي لحضرتك يا اخي ولاده القناه. حياك الله اخوي. وكل والله انا دريت اتحدث بصورة عامة صراحة من 2003 لحد الآن. نعم. بالله عليك يا أستاذي العزيز، هل جابه واحد شريف يخدم هذا البلد؟ أبدا، لأن هم يعلمون بعد مجيء كل هؤلاء الحرامية من رؤساء الوزراء، يعلمون أن هم أغلوا بدم الشعب العراقي الفقير صراحة، وسرقوه وقتلوه وظلموه. أي واحد مستحيل يجيبون واحد خارج نطاق سيطرة. بس السياسيين على رأسهم مثلا حنان الفتلاوي سموا نور المالكي بمختار العصر رجل المرحلة. بالله عليك، هل واحد من شبابنا العراقيين هذول أبطال جمعة تشرين يعتقدون بهذا الاعتقاد؟ يعرفون كل زين، فلهذا صاروا ضدهم. أنا أقول لك يا أخي العزيز، هذا هو هذا السوداني نفسه. هذا نعم. قبل 2003 كان عضو فاعل بحزب الدعوة، كان يتحرك وكان ها
هم منو فجر بالعراق بالثمانينات وبالسبعينات اخي العزيز؟ شافوا العراق دي يمشي خطوات جيده راح يخربون من خلال لاحظت شلون. فلهذا هذا عضو عامل عضو فعال شلون معروف مؤيد. فهذا هو جابوه وتعرف التهسه المالكي قام يروح ويجي سيارات ويروح للنجف ايوه لسبب يسمونه حكومه الولايه الثالثه انه على اساس المالكي هو الحكم السوداني. رحم الله والديك هالشكل. هذول يعني الصراحه ما تفيد وياهم ما فيها مجال. هذول يعرفون يعلمون جيدا انهم اوغلوا بدم الشعب العراقي اذوه سرقوه. فلهذا ما تشوف من الا يعني ثوره عارمه تجيلهم زياله كامله صراحه. يعني شوف سابقا هذه الضرب والصواريخ والمسيرات هسه قاعدين بحضن الامريكان هسه. يعني السوداني والله قابل سفيره وقابل قائد الجيش الامريكي وكذا. يعني انا هيجي انا تعذرني هيك خباثه وهيك هيك شو اسمه يعني عدماء الشرف والغيره ابدا. يعني ما عجبني ابدا. يعني اهل اهم شيء يقوم بالسلطه اهم شيء. تحياتي لدار. شكرا لك اخ علاء. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر بس فاصل قصير ونرجع لكم. ابقوا يانا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله من جديد. وثق ناشط من محافظة ديقار انخفاض مناسيب المياه بنهر الفرات بمنطقة النواشي التابعة لقضاء سوء الشيوخ بالمحافظة، ويعتمد هواية من أهالي هاي المنطقة على الأراضي القريبة من النهر حتى يكسبون قوت يومهم. وانتقد الناشط تعاظم سطوة الميليشيات والأحزاب على مقدرات البلد وحكمة سيطرتها على المنطقة وسط غياب للدور الحكومي بإيجاد حلول لهذه المشاكل اللي تمس حياة الأهالي. خلونا نشوف. نحن اليوم في منطقة النواشي التابعة إلى قضاء سوق الشيوخ ونشاهد كما تلاحظون الآن، تعال اقترب علي صور، الانخفاض المخيف لمنسوب المياه في هذه المنطقة التي تقطنها مئات العوائل التي تقتات على هذه الأنهر والأفرع النهرية المتفرعة من نهر الفرات، حيث هذه منطقة النواشي تعاني من نقص حاد في منسوب المياه والذي ينذر بكارثة. تعالوا يا نعم، كما تلاحظون هذه الأراضي الزراعية، تربى على هاي الأراضي الزراعية، تعال صور إياها. كما تلاحظون هذه الأراضي الزراعية التابعة لمنطقة النواشي في قضاء سوق الشيوخ أصبحت بوار بسبب شحة المياه. من جهة ثانية وثق أحد المواطنين الجفاف اللي دا يصير بمحافظة البصرة بقضاء شطأ عرب وانخفاض منسوب المي ومحاولة طمر وإخفاء معالم نهر الحوامد اللي يعد من الأنهر التاريخية بالقضاء، وتحول هذا النهر إلى مكب للنفايات والمياه الثقيلة بسبب غياب الدور الحكومي وانعدام الحلول للنهوض بواقع الخدمات بالمنطقة والنهر. خلونا نشوف. أنا يا أخوان واقف على نهر اسمه نهر الحوامد. هذا النهر عمره مئات السنين قبل تأسيس الدولة العراقية. شوفوا هذا النهر، هذا النهر كانت له أهمية اقتصادية وتجارية وعلى كل المستويات. اليوم أكو محاولات لطمر هذا النهر ودفنه وبالتالي مسح تاريخ مدينة وبشر كانت عايشة وإلى ما إلى آخره. هذا النهر طبعا مثل ما أسلفنا هو نهر متفرع من شط العرب،
كان في السابق احكي لكم مئات السنين قبل تأسيس الدولة العراقية متفرع من شط العرب ونهر كبير حتى السفن المتوسطة والصغيرة تدخل منه، كان يستفادون منه أهالي هذه المناطق للتجارة والنقل وصيد الأسماك، وكانت الناس مرتاحة وعايشة. اليوم صار عبارة عن مكب نفايات، عبارة عن مكب نفايات ومياه المجاري الآسنة اللي بعض الجهات وبعض المتنفذين وبعض الأشخاص يرمونها في هذا النهر، وقلنا أكو محاولات لطمر هذا النهر، طبعا واضعين ناظم على الشط، هذا الناظم هو سبب بموت هذا النهر الحيوي. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، أول تعليق ويانا من عباس حامدي: هذا النهر تلوث بسبب تسليط مياه الصرف الصحي لمنطقة التنومة بعد ما كان يسقي مئات الدوانم من النخيل المثمرة وللشرب أيضا، وكان حيا بالأسماك والنباتات المائية. حيدر ناصر: جميع أنهار شط العرب تحولت إلى مكب للنفايات ومياه الصرف الصحي. محامي حسين المالكي: وزير الموارد المائية ووزارة الري وتخطيط ما شفناه من 2003 بلد تفلش من السرقات. أبو حسن البصراوي: هواي أنهر تم طمرها في قضاء شط العرب وتحولت إلى أراضي سكنية بجهود المافيات العقارية، وأنهار اختفت وشيد فوقها بيوت وبعضها يلفظ أنفاسه الأخيرة، مثل نهر الكباسي ونهر اليوبا ونهير الجزيرة وأنهار في كوت الجوع وكوت القوام. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. فقرة الثانية اللي هي الانفوغرافيك: بعد الطرق بالعراق تحصد أرواح المدنيين يوما بعد يوم، معدلات مرتفعة بسبب تضررها وعدم وجود صيانة إلها وعدم إخضاعها للقوانين المرورية المعمود بها بالعالم حتى تسجل مستويات قياسية بأعداد الضحايا، وبدت مشاهد حوادث الطرق وصور الضحايا والعجلات المدمرة مألوفة على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى المتابعين، واحتل العراق المركز 7 عالميا بحوادث المرور، بلغت بسنة 2021 أكثر من 14,000 حادث مروري عدا المحافظات الشمالية في كردستان العراق. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك اللي سوانا حول هذا الموضوع قسم التواصل الاجتماعي. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا التقرير. طالب خريجون بحل مجلس الخدمة الاتحادي المسؤول عن إطلاق استمارات التعيين لخريجي الجامعات بعد تحوله إلى حلقة من حلقات الفساد، وفقا إلى ما أجمع عليه المدونون والمغردون على منصة تويتر. وحمل المتفاعلون على وسم إقالة أعضاء مجلس الخدمة المجلس مسؤولية تبديد أحلام عشرات الآلاف من الخريجين وبيع الدرجات الوظيفية لمن ما يستحقها. خلونا نستعرض سوية عدد من هاي التغريدات اللي جت على هاشتاغ إقالة أعضاء مجلس الخدمة. أحمد الفتلاوي: نطالب بإلغاء مجلس الخدمة الذي كان عثرة بطريق الشباب اللي صار سنوات أحلامهم تروح ضحية هذا المجلس النقمة، حسبي الله ونعم الوكيل. أما بلال نجم يقول: ناس ما تسمع مطالبك والدرجات من جوة لجوة ويمشون براحتهم، هذا المجلس جبتوه حتى يراعي ويوزع الدرجات على الخريجين بصورة صحيحة، تالي فساد إداري وصل لمرحلة مو طبيعية.
كرار يقول: تعريف مجلس الخدمة هو عبارة عن بؤرة للفساد وضعتها الدولة لتعرقل تعيين خريجي الجامعات، وهي بحد ذاتها كتلة سرطانية تنهش بجسد الخريجين. وظيفتها سرقة أحلام الخريجين بقوانينها المجحفة إلى آخره. أما أم ملك تقول: اتركوا مناصبكم، كفاكم ظلم وكذب وتخدعون الناس بأكاذيبكم المزيفة. كل هذه التغريدات جت على هاشتاغ إقالة أعضاء مجلس الخدمة. كانت هذه أغلب المواضيع اللي نشرناها اليوم في حلقة صوتكم مشاهدينا الكرام. ووصلتني رسالة على الواتساب تقول: السلام عليكم أخي، شفت واحد شريف جابوه القيادة العراق من 2003 الآن؟ لا، لأن يعلمون أنهم ظلموا وسرقوا وقتلوا شعبنا الفقير، وأي واحد غريب أو مستقل وما يعرف يصير يعلم أنه بضغط الشعب سوف تنصب مشانق لهؤلاء الخبثاء. ورسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أمريكا وإسرائيل ترقصان على الحبلين، حبل مع إيران وحبل على العراق، حتى لو تغير موقفهم لتغيير نظام إيران لا يتناهون عن سحق الشعب العراقي، لكنهم مستمرون في غيهم، يلعبون بالعراق لتنفيذ مخططاتهم المدروسة بدقة عن طريق الميليشيات المتنفذة التي تأخذ أوامرها من إيران المتعاونة مع الصهيونية ضد العراق لتكسير جمجمته بالتهجير وإسقاط الأبنية والمفخخات وتجفيف المياه وبالحرائق التي تكرر حصولها منذ مدة في منطقة الشورجة ببغداد. مشاهدينا الكرام، نكون إلى هنا قد وصلنا إلى ختام برنامج صوتكم. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جاية من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر. في أمان الله.